الصورة اللي هنشوفها بعد قليل ليست هي البداية، ده كان في قبلها تحضيرات كتيرة جدا من قبل الوزارة، وكان في تصفيات. يمكن كنا بنتكلم دلوقتي عن هذه التصفيات، لو حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات، استعدادات الوزارة حتى تخرج هذه المسابقة بشكل يليق باسم مصر ومكانة مصر في دعم ورعاية حفظة كتاب الله. المسابقة العالمية تتعلق بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الخطاب الإلهي الأفخم. الله سبحانه وتعالى جعله حبلا ممدودا بين السماء والأرض، يعني من أراد أن يكون منا موصولا بالله، موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى، فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا. هذا ما تؤسس له وزارة الأوقاف. يعني وزارة الأوقاف لا تقف عند حد الحفظ أو التلاوة وانتهى الأمر، بل لا بد من الفهم، فهم المعاني والمقاصد والمفردات، حتى نصنع أجيالا يكونون فيما بعد أدوات حقيقية لبناء هذا الوطن في شتى المجالات. وزارة الأوقاف تسابق الزمن في خدمة القرآن الكريم وفي العناية بأهل القرآن الكريم والحرص عليهم، ويأتي هذا من خلال طريقين. الطريق الأول الأنشطة القرآنية المتنوعة، مقارئ القرآنية، مقارئ السادة الأئمة، مقارئ الأعضاء، مقارئ الجمهور، مقارئ السيدات، مقارئ الواعظات، حلقات التحفيظ عن بعد. احنا تقريبا السنة دي عملنا 219 ألف مقرأة قرآنية في الجمهورية، عملنا أكثر من 102 ألف حلقة تحفيظ من خلال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، 60 ألف حلقة تحفيظ عن بعد في الداخل وفي الخارج. هناك أيضا برنامج صحح تلاوتك الذي يعمد إلى تصحيح التلاوة وكيف نقرأ القرآن الكريم من خلال الأئمة المتميزين الحافظين المتقنين في شتى المساجد. إذن هناك أنشطة قرآنية متنوعة وكثيرة، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني وهو المسابقات القرآنية، سواء كان المسابقات المحلية أو المسابقات الدولية والعالمية. والنمط الرئيس في المسابقات القرآنية التي تعقدها وزارة الأوقاف ليس كما ذكرت الوقوف عند حد الحفظ، ولكن مع الحفظ الفهم وبيان المعاني ومقاصد القرآن الكريم، حتى نترجم يعني ما جاء في القرآن الكريم ونحوله إلى واقع عملي ولا نقف عند حد الحفظ. بالنسبة للمسابقة العالمية 30، هذه المسابقة تتفرد وتتميز عن كل المسابقات التي مضت، تتميز في عدد المتسابقين، تتميز في عدد الدول المشاركة، تتميز في عدد الجوائز، تتميز في قيمة الجوائز، تتميز في عدد المحكمين، تتميز بأنها لأول مرة تكون في دار القرآن بمسجد مصر ومركزها الثقافي. عندنا الآن 64 دولة مشاركة، وهذا عدد يعني لم يكن موجودا قبل ذلك. جاوز عدد المتسابقين 100. عندنا 6 أفرع للمسابقة العالمية 30. هذه الأفرع يعني الفرع الأول هو لغير الأئمة ولغير أعضاء هيئة التدريس، ولأول مرة الجائزة الأولى 1,000,000 جنيه. قيمة الجوائز للمسابقة العالمية تتجاوز 8,000,000 جنيه، لأول مرة تتفرد هذه المسابقة بهذه القيمة. المركز الأول في كل فرع؟ المركز الأول في الفرع الأول، الفرع الأول. لأول مرة قيمة الجائزة 1,000,000 جنيه. الفرع الثاني وهو خاص بالناطقين بغير اللغة العربية، الفرع الثاني الثالث وهو خاص بالناشئة، والناشئة تحت 12 سنة، سن 12 سنة، وحضرتك أشرت يعني التصفيات. يعني ربما لأنني عايشت هذا الأمر على مدار أشهر كثيرة، بداية من استقبال أسماء المتسابقين وبياناتهم، ثم بعد ذلك الاختبارات الأولية بالمديريات الأقليمية، يعني كل متسابق في المديرية التي هو يلحق بها أو خاصة بها، ثم بعد ذلك بعد الاختبارات الأولية والتصفية هناك اختبارات تمهيدية تحريرية مركزية هنا في القاهرة، ثم بعد ذلك اختبارات تمهيدية شفوية مركزية أخرى، ثم بعد ذلك اختبارات نهائية مؤهلة لهذه التصفية التي سنفتتحها اليوم إن شاء الله رب العالمين. كأن هناك مراحل كثيرة جدا مررنا بها، لماذا؟ حتى نصل إلى الحافظ المتقن، حتى نصل إلى الضبط، الجودة، الأداء، الأحكام، فنبرز للعالم كله يعني المتسابقين المتميزين حفظا وإتقانا وفهما ومعرفة لمقاصد القرآن الكريم إلى غير ذلك. الأطفال الصغار 12 سنة يعني كانوا المفاجأة بالنسبة لنا، حفظ وإتقان وضبط وجودة وأحكام، حتى إن منهم من يعني يعرف القراءات القرآنية، فتخيل أن يوجه الطفل منذ نعومة أصفاره إلى القرآن الكريم مع فهم القراءات مع فهم المعاني. يشارك كل الفئات العمرية بتشارك في مع بعض. نعم، هذا الفرع خاص بالناشئة. هناك فرع آخر، الفرع الرابع، وهو للأئمة وأعضاء هيئة التدريس. هناك فرع خامس لذوي الهمم،
لذوي الهمم. وهذا أيضا له 5 جوائز، فرع النشأة بالمناسبة له أيضا 5 جوائز خاصة به. فرع ذوي الهمم يعني أيضا يعني وجدنا حرصا من هنقول بقى ليس من يعني المتسابقين بل من ذويهم، يعني الأب والأم حين يوجه هذا الولد لحفظ القرآن الكريم ويهتم ويعتني به أيضا حفظا وإتقانا وجودة وضبط وأداء إلى غير ذلك، يعني وجدنا تنافسا عميقا وتنافسا رصينا وتنافسا جميلا في القرآن الكريم.